جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول صاحبه هذه الرساله جيهان عبد الحميد: احاول اثناء صلاتي ان اذكر كل ما سمعته من اذكار الركوع والسجود، كما اقوم باداء بعض النوافل، وهذا مما يطيل صلاتي بعض الشيء، فهل يجب علي ان اقصر صلاتي واقصرها اذا كان لدي صديقه او احد الاقارب حيث يتضايقون من طول صلاتي؟ الذي لا بد منه في الركوع والسجود أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى مرة مرة، وما زاد على ذلك إلى الثلاث إلى الخمس إلى السبع إلى العشر، وكله كل ما زاد فهو أفضل. فالمجزي مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه عشر، عشر تسبيحات في الركوع والسجود، ويأتي من الدعاء بما تيسر، والأحسن التوسط. الأحسن للمسلم التوسط بين التخفيف المخل والتطويل الممل، فيتوسط في صلاته، في قيامه، في ركوعه، في سجوده، يكون متوسطا. هذا هو الأحسن والأفضل. نعم.